نحن يعني ما نحمل الكويت المسؤولية، احنا نحمل كل المصايب اللي صارت بينا على من صدام حسين. راح الإيران وانطاهم نص شط العرب، ورجع للكويت واخذوا هاي الحدود كلها، وبالتالي احنا ايش قبضنا هسه من هاي العنتريات وهاي شو اسمه، شنو اللي قبضناه؟ وتاليها بنقره ينزلون عليه ويطلعونه. هسه صدام كان يتعامل بالعنتريات، شنو اللي استلم؟ صدام كان يتعامل بالعنتريات والكل قد اشكل عليه، ترتبت على سياساته اخ نجم. أيه؟ اخ نجم ترتبت على سياساته هاي الامور. يعني لو انه ما داخل للكويت، الكويت ما يجون على خور عبد الله. لو انه ما داخل الكويت ما ياخذون الحقول النفطيه في السجيل الاعلى وقبة صفوان وحقل الزوير. لو ما داخل الكويت ما اخذوا القاعده البحريه، مستحيل ياخذونها لانه ضباط القوه البحريه ما ينطونها. أيه؟ لكنه هو هذا سبب دخوله الى الكويت اللا مشروع اللا مبرر، وكل الشعب العراقي ما كان قابل، بل ان كتاب يقول الجنرالات اخر من يعلم. بس الكويتيين لزقوها على الشعب العراقي، الشعب العراقي شنو ذنبه؟ لا يا همالته. خليني اسمح لي. اي اسمح لي دكتور فهد، يعني معنى ضمنيا دكتور وائل عبد اللطيف يقول انتم لا ذنب لكم ولكنكم قد استثمرتم في الأزمات العراقية وزحفتم على حدوده، وبدليل أنه كرر لا. أكثر من مرة عبارة عبد الله نعم. التميمي يعني نعم. وبعدين أجي لك على نعم. عبد الله التميمي. أي إن شاء الله إن شاء الله. أنا بس أبي أصلح معلومة. أي خور عبد الله نتكلم عنه هو خور يقع تحت السيادة الكويتية، هذه رقم واحد. وأدلل على كلامي أنا أنا اللي بحاجيك. أي داخل خور عبد الله وماخذين قطع بحرية عراقية دلالة ووصلناهم إلى ميناء العميق أيام الحرب مع إيران. أنا كنت وقتها برتبة نقيبة وملازمة أول. إيش وقت أصبح تحت السيادة الكويتية؟ من زمان أقول لك، أيام صدام. أكو واحد أقوى من صدام بالمنطقة ذاك الوقت؟ خور عبد الله كان كويتي، الخرائط تؤكده. إحنا ما نريد أن ندخل في جدل، لكن إحنا نتكلم على تواجد. إحنا أخذينا القوات العراقية طلبت مرور، فطلعنا زورقين، ورحت انا مع حد الزورق البحريه العراقيه، نسقنا مع قائدهم اسمه العقيد زهير، كان بقاعده مقصر، وطلعناهم وعده مرات طلعناهم الى ميناء العميق. وهم يمرون حق المرور مالهم هذا، خليناهم يعبرون خور عبد الله. الان تقول لي والله الخور انا اقول لك انا شاهد على هذا الموضوع، والخرائط تؤكد ذلك، والنظام الدولي يؤكد ذلك، الامم المتحده تؤكد ذلك، قرار 833 يؤكد ذلك. الخرائط القديمة اللي موجودة عند العراقيين حتى في قاعدة مقصر موجودة تؤكد أن هذا الخور من ضمن الحدود. طيب من ضمن الأراضي. أنا أحترم رأيك، أنا أحترم رأيك، لكنه لا نأتي إلى الاسم. من هو عبد الله التميمي؟ والله ما أعرف. أنا أعرف أنه خور عبد الله، لكن أنا بعطيك معادلة ثانية. أيه؟ هذه طامة بعد. إذا, أيه؟ إذا تسترجع التاريخ بالسياسة هذه طامة. مدينة مقصر من اللي عملها؟ تعرف شنو تاريخها؟ موجودة بالوثائق. مدينة تاريخية أثرية عراقية. قصر لا مو عراقية، هي سميت مقصر. من اللي بنى القصر؟ بنى القصر محمد فيروز. محمد فيروز كان أحد مواطنين ورعايا دولة الكويت. إذا بقيت الواقع، إذا بتسترجع التاريخ بالسياسة ما راح تخلص. إذا بتسترجع التاريخ بالسياسة بريطانيا لازم تأخذ كندا وتأخذ. عندنا كويتيين عندهم أملاك بيوت بالحارثية وبالمنصور وبالبصرة، يعني خما كل كويتي يبني له بيت تصبح مالته. لا لا لا، هذه كانت من ضمن السيادة اللي موجودة أيام الطابو العثماني. يعني ما لا نريد أن نرجع للتاريخ وندمجه سياسيا. إحنا نتقبل الآن فقه الواقع الموجود. فقه الواقع الموجود يقول زيارة وزير الخارجية كانت لمراجعة الحدود البحرية اللي العراق الأخوة العراقيين يشتكون منها، والحقول المشتركة، ومشكلة تجاوز الصيادين اللي يندس عليهم مجرمين يرمون مخدرات. إحنا نقبض على الصيادين، أو خفر السواحل يقبض على الصيادين، يحقق معاهم، يأخذ أسماءهم، يرجعهم للسلطات العراقية، السلطات العراقية تطلق سراحهم. هذا متجاوز على الحدود، لازم يصير فيه تعاون. ما أنتم أيضا تجاوز.
يعني طبعا. يا دكتور أنتم مرات تقولون نلتزم بالقانون الدولي، يعني هسه قرار مجلس الأمن 833 أنتم تقولون هذا غير قابل للإضافة ولا قابل للتبديل، زين لماذا الكويت أضافت عليه يعني بالمرحلة الثالثة أكثر من 30 دعامة بعام 2013 وهذا صار به حوار؟ زين هذا غير قانون دولي رغم اعتراضات العراقيين على القرار 833، ليش تمت الإضافات خلافة القانون؟ كل الحكومات العراقية وافقت على قرار 833 من الحكومة صدام حسين إلى أن سقط النظام إلى الآن، وكل المداولات مع الأخوة العراقيين الوفود المشتركة اللي تأتي كلها تنطلق من قاعدة قرار 833، هو المرجعية الدولية اللي أنت تعتمد عليها. الآن إذا بيكون تعاون كويتي عراقي اللي يسمونها bilateral talks محادثات ثنائية، هذا أيضا من ضمن سياق القانون الدولي أن الدول المتجاورة تحاول أن تتفاهم مع بعض بدون اللجوء إلى التحكيم.